بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اليوم جيتكم درس في الجيوجبرا، هنشوفوا في الدرس كيفاش نتراسيو فونكسيون وكيفاش ندرسو لا كونتينيتي اغوش اي ادغوات دي فونكسيون في واحد البوان. يعني غادي ندرسو اتصال ديال واحد فونكسيون في واحد البوان. كبداية نشوفو البارتي تيوريك ديال هاد الفونكسيون، نشوفو ليكزومبل اللي غادي نخدمو عليه. بالنسبة لهاد ليكزومبل اختارينا سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني باغ، عند هاد الفونكسيون ديفيني باغ اكس او كاري موان زان ديفيزي باغ لا فالور ابسولي دو اكس موان زان، يعني القيمة المطلقة ديال اكس موان زان، سي اكس ديفيرون دو ان و كتساوي جي دو ان كتساوي جوج الا كانت خدينا اكس كتساوي ان. هنا فاللوبيد ديالنا هو اتيدي لا كونتينويتي ا غوش اي ا دروات دو لا فونكسيون جي او بوين اكس 0 كتساوي 1، لا كونتينويتي في واحد بوين واحد. هنا في الكا تيوريك في لا كونتينويتي ا غوش قلنا ديما ملي كتكون كنبغيو نشوفو واش فونكسيون كونتيني ا غوش ولا ا دروات، شنو كتكون ليميت كون اكس طون فيغ. انا مش الهدف ديالي هو البارتي تيوريك ولكن بارتي ابليكاسيون، يعني بارتي اللي غادي نشوفو كيفاش نستعملو اكس 0. هنا اكس 0 بليس، الا كانت اكس 0 بليس ديال اف دو اكس، هاد فونكسيون اف دو اكس، سمحوا لي انا ما عنديش لا سوري، اف دو اكس كتساوي اف دو اكس 0، يعني لا كونتينويتي ا غوش لا كونتينويتي ا دروات، يعني ملي كتكون اكس 0 اكس 0 بليس كتكون كونتيني هنا ا دروات. الا كانت هنا الموان، يعني عوض اكس 0 بليس تكون اكس 0 موان، هنا كتكون لا كونتينيتي ا غوش. الا كانت ليميت كون اكس طون فيغ اكس 0 بليس ديال اف دو اكس كتساوي ليميت كون اكس طون فيغ 0 كون اكس طون فيغ اكس 0 موان ديال اف دو اكس كتساوي اف ديال اكس 0، كنقولوا بان الفونكسيون كو لا كونتيني. هنا درس ديال ليميت ا دروات بليس، هنا هاد لا فالور ابسولي ما كتبقاش حيت كنديرو طابلو دو سين، لا طابلو دو سين في الجهه الموجبه كتكتب على شكل اكس موان زان، هاي اكس موان زان. انا نخدمو ليدونتيتي روماركابل 3 اكس موان زان فاكتور دو اكس بليس 1 و سامبليفي بار اكس موان زان، غادي نسامبليفي بار اكس موان زان، غتبقى لنا اكس بليس 1 ايكال 2. دونك هنا كنلقاو بان ليميت دو x كون x طون فيغ 1 بليس ديال x بليس 1 ديال f دو x ديال هاد g دو x فهاد الكا كتساوي g دو 1 حيت لقيناها كتساوي 2، بحال بحال ليميت عندها نفس ليماج. في الدوزيام كا في لا كونتينيتي ا غوش، يعني x في اتصال في الجهة اليسرى ديال واحد واحد موان g ديال x شنو كتساوي x او كاري موان زان، نفس الميثود غادي نديرو غير هنا لا فالور ابسولي ملي كتكون اكس في ان موان ما كتبقاش كتكتب على شكل كنحيدو الاقوى كنحيدو لا فالور ابسولي كنحيدو لا فالور ابسولي كنزيدو موان كتولي لي بارونتيز كنديرو دي بارونتيز، يعني موان زان فاكتور دو اكس موان زان بحال هكا، حيت في الجهة اللي كتكون في اكس موان. هنا ها هي نفس الميثود، هنا نفس الميثود كنديرو ليدونتيتي روماركابل يعني المتطابقة الهامة اكس موان زان فاكتور دو اكس بليس 1 اون سامبليفيي باغ اكس موان زان، غادي تبقى لينا موان اكس موان زان وغادي نعوضو تعطينا موان 2. هنا موان 2 ليميت كون اكس طون فيغ 1 موان ديال جي دو اكس ديفيرون، حيت لقينا موان 2 ديفيرون ديال جي دو 1، دونك ماشي كونتيني، جي ني با كونتيني ا غوش اون 1، يعني الا كانت اف جي ماشي كونتيني كونتيني ا دروات ولكن ماشي كونتيني ا غوش، يعني هاد جي كي دايره ماشي كونتيني فاش واحد. انا غادي نشوف كيفاش نتراسيو بجوجيبرا. بجوجيبرا كتذكر لا بغيتو تانستالي جوجيبرا دخل جوجل تكتب جوجيبرا جوجيبرا باش جوجيبرا هكا، غادي تمشي ل تيليشارجمون دي زابليكاسيون، غادي تهبط لهنايا وغادي تيليشارجي هنا سواء اما تلونسي تخدم اون ديري يعني اون لين، يعني تخدم هنا في بلاتفورم اون لين على هكا، يعني كيعطيك واحد الانترفاس اون لين كتخدم فيه، يا اما
يا اما كتمشي لهنا وكتانستالي لابليكاسيون وتبقى عندك في البيسي. هنا لاحظت واحد الحاجه ديال الانترفاس، وهذا هو نفسه اللي غادي يكون في لابليكاسيون. انا عندي ديجا لانستال لابليكاسيون، ها هي كليكي دو فوا تسنى لابليكاسيون تلونسا. ملي كنلونسيو هاد لابليكاسيون ديال جيو جيبرا، هنايا كيطلع نفس داك الانترفاس اللي كان اونلاين نفسه. هنا لو بغيت نكتب هاد جي دو اكس ايكال اكس او كاري موان زان سيغ لا فالور ابسولي دو اكس موان زان، شنو كنجي كندير؟ كندير هنايا بهاد لو تيست، يعني الا كانت اكس ديفيرون دو ان، هنايا بحال الا كانت اكس هنا في هاد الكات الثانية، الا كانت اكس ايكال سي اكس ايكال ان، يمكن لينا نترجموها بحال هكا. ملي كنديرو جي دو ان ايكال دو، يعني بحال الا كانت اكس ايكال ان جي دو ان كتساوي جوج، يعني في الكا كونتخيغ. سينو هنا شوف كيفاش كنديرو، كنكتبو بحال هكا، كنجي كندير جي دو اكس، كنكتب بحال اللي كنكتب في الكلافي. ها هي الكلافي الغوتي تاعكم هنايا، هنا يمكن تكتب اف دو اكس ولا جي دو اكس، هنا يمكن تكتب هاد لي سامبول، هنا لي نيميرو كاين تاع لي بويسونس، مثلا بغيت تكتب بويسونس. شنو كنديرو؟ جي دو اكس ايكال شنو قلنا كتساوي؟ اكس او كاري موان زان، نديرو اكس، نكتب اكس في الكلافي، هاي اكس اوتوماتيك ممكن تراسي لي لا فالور ديال اكس، اكس او كاري ديفيزي بار موان زان موان زان موان زان تو ديفيزي بار هادي كولا هادشي كولو ديفيد هادشي كولو سمحو ليا اكس او كاري موان زان هادشي كولو ديفيزي. شنو كنديرو؟ خاصنا ضروري نديرو الاقواس، كنديرو لي بارونتيز هنايا تو ديفيزي ديفيزي ديفيزيو كي اما كتكتبوها من هنايا يا اما كتكتبوها في الكلافي ديفيزي بار لا فالور ابسولي دو اكس موان زان. لا فالور ابسولي هاهي اوتوماتيكمون لا فالور ابسولي ديجا هنايا، هاهي لا فالور ابسولي دو اكس موان زان، هاهو تراسا ليا لا فونكسيون ديالي. ولكن شنو كيقول ليا في هاد لا فونكسيون؟ حنا بغينا نكتبو تيست، يعني هنا تراسيت الفونكسيون ديالي اوتوماتيكمون تعطيني بحال هكا، ولكن حنا بغينا نكتبوها بهاد الشكل هذا، يعني التيست الا كان هاد اكس موان ديفيرون دو ان، يعني شنو كنجي كندير هنايا؟ مكنديرش بحال هكا، ولكن كندير واحد التيست. التيست باش كنديرو بسي، سي كتعطيني جوج ديال لي كونديسيون، هاد سي كتقول لي سي كونديسيون، كندير الكونديسيون ديالي الوغ، يعني في الكا ديال الكونديسيون ديالي اللي كانت متحققه هذيك الفونكسيون شنو تكون كتكتب. هنا كاين فورم ثاني سي الوغ سينو، سينو يعني اللي كان عندي بزاف ديال لي كونديسيون، سينو عاوتاني كندير الكونديسيون ديالي الثاني. هنا غادي ندير سي، غادي ندير لا كونديسيون ديالي، شنو هي الكونديسيون ديالو؟ هي اكس ديفيرون فين ديفيرون فين نلقاها؟ غادي نجي لهنايا، غادي نجي لهنايا، غادي نمشي نقلب ما لقيتش ديفيرون، غادي لهنايا غادي نمشي غادي نلقى ديفيرون سي اكس ديفيرون دو ان. ملي كنديرو شنو كتقول لك؟ خاصنا نديرو فيرغيل. الا كانت اكس ديفيرون دو ان الفونكسيون ديالي هاد جي دو اكس تكتب على هاد الشكل. سينو في الكا ديال الثانيه شنو هي الكا الثانيه؟ الا كانت اكس ايكال ان، هاهي نديرو سينو سي، يعني خصنا نزيدو واحد الكونديسيون، واحد الكونديسيون هنايا هنا فيرغي سينون سي. سمحوا لي الاذان شو نكمل، اون فا روبرون، يعني نعاودو. هنا قلنا ندير واحد الكونديسيون، الا كانت سي اكس ديفيرون دو ان راه كتساوي لنا فوا جي دو اكس، الا كانت اكس ايكال ان يعني هي سينون، سينون سي اكس ايكال ان غادي تساوي لنا شحال؟ جوج. يعني اما كنديرو الكونديسيون الثانيه الا كانت عندنا هنايا كنزيد هنايا وكندير كندير فيرغيل وكندير اكس ايكال ان. هنا اكس ايكال ان اوتوماتيكوم بحال درت لا نيغاسيون ديال اكس ديفيرون دو ان، يعني يكفي انني يا اما نكتب بحال هكا وندير ايكال دو، يعني الا كانت اكس ايكال ان جي دو اكس جي دو ان ايكال دو، سينو يكفي انني حيت درت لا نيغاسيون يمكن لي نحيد هاد الكونديسيون الثانيه. ديما كنديرو كونديسيون فونكسيون ديالي، كونديسيون فونكسيون ديالي، هنا يمكن لي نلغيها حيت اصلا هادي راه لي نيغاسيون ديالك. وكان عندنا مثلا ثلاثة ديال، تنشوفو اكزامبل اخر كيفاش يكون عندنا ثلاثة فونكسيون كتكتب على ثلاثة فيها ثلاثة ديال لي بارتي.
وكتكتب كتكليكي على اونتري اونتري ولا هنا كتكليكي على اونتري ديال الكلافي. اوكي هنا عطانا هاي الفونكسيون ديالنا اوتوماتيك مهولات خاص ديال هاد الفونكسيون اللي بغينا نزوميو بحال هكا. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان اف بان اف ديال ان اف ديال ان جي ديال ان فين جي ديال ان هاي ان الصور ديال ان جي ديال ان شحال كتساوي جوج. واش كونتيني ادغوا ولا لا؟ هاي فين ادغوا ديال واحد هو هذا الداتا ديال واحد. واش جي ديال واحد كيساوي ليميت كون اكس هاد الفونكسيون ديالي هادي هي الفونكسيون ديالي كاملة هادي كل فونكسيون ديالي واش كيساوي كيساوي يعني كي داير هاد الفونكسيون كونتيني فاش واحد على اليمين ولكن واحد على اليسار مكتساويش جوج. شنو كتساوي؟ ناقص جوج يعني ماشي كونتيني حيت عندي ديجا جي ديال واحد كتساوي جوج هنا لقيتها شحال لقيتها في الفونكسيون ديالي ناقص جوج. هاي بان ليا بان راه ماشي كونتيني فاش واحد. حتى لهنا يكون سالا هاد الدرس كيفاش نتراسيو في جيوجيبرا هذا هو الهدف ديالنا وكيفاش نعرفوا لا كونتينويتي في جيوجيبرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.